وللوقوف أكثر على تطورات المشهد في أفغانستان وردود الفعل الدولية وتعاطي حركة طالبان معها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أنقرة رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام الدكتور فضل الهادي وزين. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا دكتور. كما تلاحظون كل الأنظار تتجه إلى كابول بعد وصول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر من قندهار، ويأتي ذلك في ظل تطمينات أطلقتها طالبان. إلى أي مدى ترى سهولة مهمة كل من عبد الله عبد الله وحكمة يار في الوصول إلى حل ما؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. نعم، وصول الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى من قندهار، من دوحة إلى قندهار، ثم من قندهار إلى كابول، طبعا هذا يعتبر تطور مهم، لأن حكومة حركة طالبان حتى الآن لم تستطيع أن تعلن الحكومة، بالرغم أنها سيطرت على كابول من 7 أيام، وهذه لأول مرة أفغانستان تشهد خلاء دستوري، يعني لا توجد حكومة في أفغانستان، وبالتالي كثير من مؤسسات الدولة مثل الوزارات وأيضا البنوك والبنك المركزي وغيرها كلها معطلة، وطبعا هذا لها انعكاسات سلبية جدا على اقتصاد البلد وفي كل شيء في البلد، اقتصاد وغير الاقتصاد. فمن المتوقع، يعني يؤد ان حركه طالبان لم تكن مستعده، يعني هي ايضا تفاجات بالوضع الجديد وسقوط كابول بهذه الصوره. فالان يعني قال ليس هذا من المؤكد بان ستكون هناك حكومه، لا ادري هل حركه طالبان اكملت الاستشارات او هي ستبدا الاستشارات من جديد، فإذا كانت هي تبدأ الاستشارات من جديد ستأخذ هذا وقت، طبعا هذه الاستشارات تحتاج إلى يعني وقت. هذا ينقلنا للسؤال التالي دكتور فضل الهادي. هذه المرونة التي تبديها طالبان في استيعاب الجميع ووعودها بحكومة تضم أيضا نساء يقابلها ترقب حذر من المجتمع الدولي، كيف ترى موقف الداخل الأفغاني من هذه المرونة والتطمينات؟ طبعا التطمينات، هذه المرة حركة طالبان تقدم ترسل تبعث رسائل يعني جيدة للداخل وأيضا للخارج، ولكن طبعا حتى الآن حركة طالبان يعني أداؤها كان جيد، يعني حقيقة هي التزمت إلى حد كبير بما وعدت به، بالرغم أن كان هناك بعض الخروقات، لكن عموما بشكل عام يعني، وهذه الخروقات طبعا هي قابله للتفاهم في المجتمع في الوضع الحالي في افغانستان، لكن المجتمع الدولي ان ينتظر، يعني حتى لا يعاقب حركه طالبان بما فعلها طالبان في المرحله الاولى، لان هذه نسخه جديده لحركه طالبان، حتى الذين الان بعد 25 سنه و20 سنه يعني هناك تغير الواقع الافغاني، وايضا تغيرت حركه طالبان، هناك اعاده النظر وتجدد في الفكر وفي السلوكيات، وبالتالي المجتمع الدولي يجب ان تنتظر وايضا تعطي فرصه للجميع، يجب ان الشعب الافغاني وايضا المجتمع الدولي يعطي فرصه لحركه طالبان، يعني لا يحكم على الحركه مبنيا على الظنون والاوهام بما لم تفعله حتى الان، فحتى الان حركه طالبان اداؤها جيد، والمجتمع الدولي يجب ان يعطي فرصه لحركه طالبان، ثم بعد ذلك يمكن الحكم على اداء حركه طالبان، ولكل حادث حديث، وهذا ما ينطبق ايضا على الشعب الافغاني والفعاليات السياسيه في افغانستان. على ذكر الفعاليات السياسيه، هناك في المقابل من يحشد لما يسميها المقاومه الشعبيه لمواجهه طالبان، هل هناك تخوف من انقسام؟ ايضا حذر منه الرئيس الروسي بوتين من ان هناك امكانيه لحدوث انقسام واقتتال داخلي في افغانستان. لا شك ان يعني كثير من الجهات داخليا وخارجيا هي موجوده التي لا تريد خيرا لافغانستان، وتريد لافغانستان ان تكون بؤره للصراع والحرب بصوره دائمه، ثم كل طرف يستطيع ان يريد يحقق ما يريد، ولكن اعتقد ان الحرب في افغانستان انتهت حاليا، وان الذي يدعو الى الحرب طبعا هو كانه يغرد خارج السرب، وكانه هو يسبح خارج يعني في مقابل تيار الماء، ف يعني انا اتوقع انه لا تحدث هناك حرب، وقد طبعا هذا مهمه حركه طالبان ايضا ان ترضي الاطراف، وهي
لا تعامل معاملة يعني بحيث المعارف أنه جهة فاتحة. نعم. لأن البلد لا يفتح يعني، فليست هناك قضية الفاتح والمفتوح في أفغانستان. البلد هو بلد الجميع، أفغانستان بلد كبير يتسع لجميع الأفكار والإيديولوجيات والقوم العرقيات، وأيضا جغرافيا وثقافيا وفكريا. وأيضا قضية الإسلام في أفغانستان ليست إسلام محل النزاع يعني. نعم. الإسلام والشريعة الإسلامية هذا محل اتفاق الجميع يعني. ليس الصراع لن يكون على التطبيق للشريعة الإسلامية والإسلام، وبالتالي هذا يعود إلى الحنكة السياسية والدراية والمرونة التي سيبديها قادة حركة طالبان. نعم. في التعامل مع الواقع بحيث ترضي الأطراف، تبدي المرونة، تبتعد عن الثأرات. لأن الوصول إلى كابل لا يعني بأي حال أحوال أن المشكلة انتهت وأن حركة طالبان ستحكم، لأنه إذا بسهولة. كان نعم. نعم. فهذه نقطة مهمة جدا. وأيضا الشعب والفعاليات السياسية يجب نتعاون نتفهمه، يتركوا الخلافات جانبا ويتفقوا على المشتركات الوطنية للشعب الأفغاني، حتى تخرج أفغانستان. شكرا هذا لك. المأزق الموجود. بارك شكرا الله. لك من أنقرة رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام الدكتور فضل الهادي وزين.